عليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم. سلام عليكم. فاتن جوكتان وين سلام يا لكل مقام مقال مقام كين جونا وحويا ونعي وتعزية. شيخنا شيخ عبد الرحمن بشير حفظه الله وهو يدي إلى دبا يكون جيريوتي إنه كلمة كنراهنو بدنا أي ولال كي صديقي صديق الروح عبد الرحمن بشير إن أنا كجرب استاجو أنا ما أنت كجارينين أعمل وجوه ظروفنا كلا فويسي خلينا كلمة جديدة يعرب كيجا يروح حي وات إن أنا كجرب استاجو أنو تعودي ديني والعلم إسلام أنو كولا لوني عقلي علمي أقولنا أنو كبهوني dadku hadday baha noqdeen falaan yidhi maxay kal warbal maxay tole bah cilmiyeed iyo bah aqooneed iyo bah diineed iyo bah ducaad wax lagu aruuro wax dhaama ma jiro. Marka kelmadeeda koowaad waxa weye walaalkay sheekh cabdiraxmaan bashiir oo maal waxaan ku leeyahay sidii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaari muslim soo saarayay inantiisa ugu tacsiyadeeyo qalbiga ugu qaboojinayay niyadana ugu dhisayay إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى. وقال النبي يقول أنت سكير صلى الله عليه وسلم فلتصبر ولتحتسب. وذلك أنت أسأل الله إن شاء الله تعالى قلبك الله هو قبوجي ترينك الله سبحانه وتعالى هكوسه بإذن الله تبارك وتعالى هو يؤيدنا وحن الله إلهي سبحانه وتعالى قبري إذا روضة من رياض الجنة إلهي أكدقو إلهي سبحانه وتعالى وفد لجعلي هايو لسود ويا الله أكدقو إرقو إلهي إرقو وانا إنغن إلهي سبحانه وتعالى هاي نوغدقو دبقى إذا الله سبحانه وتعالى هنأفو إلهي دروب إذا هكم ما يرب الماء والبرد والثلج بهلين هاي محمد صلى الله عليه وسلم يا صحابة يدكي وراك سناء نعيقو ذا إلهي سبحانه وتعالى هكذا لين نحي آمين إلهي وحن كبرينا إلهي قبري ذا روضة من رياض الجنة إلهي ينا ينفعت على إنه كذلقو أعماش الله لو إحي عمل صالح قبصتين إلهي إنه أكن عيق الله لو إحي دروبها على إلهي سبحانه وتعالى إنه كم يرو هو يلا إنتا عيان حيث على لين نحي ولو آمين بسد حادنا ولا ريال وحوي حذا لنغي نغو سعلا وقيرد وعبر ويان هكذا اللي قلت يقول الله سبحانه وتعالى إنه وشاق النصوص هذا الواقع والحياة بإلهي نتصور تضع إنه جعلنا هاين أي الله سبحانه وتعالى إن مرخاتي قلنا إلهي إنه إنك قاضي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن هكذا اللي قلت يقول الله إنه وشاق سبحانه نعم تتكا إنه جعلنا هاي أين واينا أنا إن امتحان يبتلى إن يتحان إلهي نص القرآن بإنه وشاق سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الكاسين إن شاء الله تعالى إلى هيك تاجرنا وأنا كنت جينا توين كسعرنا نفطي لي أنت مغلي سمر وحلاية لمثل هذا فأعدوا إن أدي الجرون إن كنت جدون بإذن الله تبارك وتعالى صاحبي ولدي أبدي وعلى الله على الله النبى إن كنا قاعدون بإذن الله تبارك وتعالى وحكي لي لله له تجينا وحبال لجرينا عمل صالحين ويهيئ التوبة توبة البدار البدار إلى العمل الصالح وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وصلى وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آدي آد بعض ما هتصنت هاي كلمة دا قلبي قتابنا يسي شيخ ألمس الله كبرك أيو علوم هذا وحنقع صلى الله إن شاء الله تعالى دعاء إلا وضر ولا لها عنوصا إنه إلهي عافيه إن شاء الله تعالى ضد بالليته حنونكي عابقي ماركتي كوفيد مركا إلهي سبحانه وتعالى إن جوض عافيه إنت حنون سنة الله ككعيو
شيخ المس جزاك الله خيرا آد يا آد بدو ما هتصنتهي الله كبرك يا يو إله أنه أقبض كلماتك على قلبي يا كسوة بحيي وحنسور ويني يا هدا دكتور عبد الرشيد وكويت جوجا وسكذي سأنو غشيغي هدا سلامر كينا سو أجيبي إلهي خير سيو دكتور سودو الله كبرك يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخيارت هل كان سقوط من داي تعصدني وود السلاميهين كوا أن أخيار أنسكرين يكوا أن أنسكرين نبا واسدا الشيخ أحمد شيخ aniga gamayba dhinac ka gamayo musqusha galayba waxaan yiri bal telefoonkan ayagu waa kan bilic bilic leh marka waxaan arkay inuu sheekh axmed fariinta noo soo isoo diray marka sidaasan ku soo kaco inay sidaasu xaalku ahaa horta meel ka bilaabo ma aqaano de meesha waxa isugu yimid culimadii ma garanaysaa culimadan aanu kuma jiro oo yaan laygu tirinin laakiin waxaan leeyahay laba kelmadood oo kooban شيخ عبد الرحمن أصحاب كلمة من هنا أهل نوان نهاي دين عكستان وحسكا نهاي هذا نشي كوداك في عمبان نهو إلهي أمركيس كما قال نوان كنا الله هذا نا سي أم باندتك إسكا قدو نهاي كل كا ويا الله نحرستو إلهي نحرستنا كورابيو إني أهل كا ووهر ريو إنا كيدا شيخ عبد الرحمن إيو أهل كودان إلهي سمريا من كسيو في النهاية كل نفس ضايقة الموت قران صدح جير بكو سو نقطي مركا هلكا وركمتا نوا لا ودا دماني لكن وحا جير تد بدن او دنتو مانتا حتى الله ان حرستا دي لا را دغال كدو او لسكو روب مدا جير كوا ان بدن او دمتايو اسكدا الله ان حرسين لا يراد تقريبا لو دواد ان لا خبارا جير مركا وحا الهي مهديه اني قف دنتي او امدا الهي الله ان حرست لهدا horta waa nicmo ilaahay weeye kolka ilaahay subxaanahu wa ta'ala hooyo naxariistii jannada geeyo samir iyo iimaan anigu kolka waxaan soo jiray waxaan moodi jiray duruufaha waalidku ku hooydaan duruuftii aniga hooyaday ku hooyatay malaha mid ka qalafsan ma jiraan soo jiray laakiin habeenkii habeen hore markaan maqlay sheekh abdurrahmaan hooyadiina dhibata telefoonka qabsado telefoonkii baan garaacay marka waxa iga qabatay xaaska iga qabato waxaan ku adkaystay inaan sheekha la hadlo iyadna waxa ku adkaysatay inuu sheekhu hadli karayn inuu waaban maramaabana dhexmaray laana waxaan doonayay inaan la hadlaan jeclaa anigu haddaan qiso yar sheego weyada allah yarraxmo anigoonan arkin yani waxa laga yaaba lacalle inay xidada yarayso sababtaan u sheegay wax kale maaha hooyadee allah yarraxmo anigoonan arkin 11 sannadood oo duruufaha adduunka ka jira qalafsani ayna kala xeeleen inaan arko un tugo ayaan halkan kuweydii miday 2006 hawshii u horreysay isri qaba waxay ahayd inaan hooyo soo eego baasaboor shaqadiisan bilaabay aan xajkuna uu soo dhawaayo July ba ahayd aan xajka bisha 12-naad geeyay hadii ilaahay na gaarsiiyo aan intaan xajka geeynina soo eego waxaan la hadlay 7-12 July galab ayaan la hadlay telefoonadu sinimka u jaban yihiin uma jabnayno aad bay u qalafsanaayeen xagga isgaarsiintu marka hooyo buraanburkay taqaanay halabuur bay ilaahay naxariistay way ducayso hadalladii waxa kamid ahaa kuma sugi kariya wax lamida waxaan ku yiri hooyo waxaan imanayaa bisha August labadeeda waan kula joogaa baan ku yiri malaha insha Allah aadan iloobay ma xasuusto inay ilaahay ma qadarin 19-kii July anigoo salaadii fajar soo toodo masaajidka ka soo noqday ayuu telefoon soo dhacay telefoonkaas salaada fajar soo dhacay Soomaaliya ka soo dhacay waan gartay inuuna ma garanaysa caadi ahayn ilaahay amarkii waan gartay waan qabtay qofkii markaa ii sheegay inaan qaraabo ahayn buu ahaa isaguna maanta inaga hoosaa u dhintaa loo naxariistay si alliya si uu igu sheegu garan waayo inay hooyaday dhimatay si alliya si uu igu sheego ayuu garan waayo waana fajarkii weeyaan uu soo warwareegay wuxuu igu yidhi
هوي الله أن حارستين تلو تلفون كي دقي تلفون كي بو دقي مركام حيا هيد واسقاله طبعا كي جولاي محان نور دحيي صد دحيي طبعا معلومات ايه قادة لبادة كودة أغس بانكو قرات ديارة دا ايه مركام لبادة أغس انان بور مجوغي هيد ان إلهي دي مقادير تسبات من دو أدنا وحبات قرشين إلهينا وحكالو قرشين مركاش بس دا وحنوش يجي duruufahan qallafsanaya ama kuwa siyaasad la xiriiro dadkii kala qoqobay leh ama kuwa dhaqaale leh ama kuwa leh runtii xanuun badan bay naga tageen inay markay haas ugu tidi Cabdiraxmaan Sheekh uma hadli karayo waxaan gartay inayna geerida kaliya ahayn ay malaha arinta si xumaysay duruufahan kale ku xeernaayo inay hadda dadka qaar ka dhawaajiyeen si kastaba ha noqoto inay rageena halkan joogay imika in badan waalidkood way hoydeen baan yaan islaahay aniga kulli labadii waalidba anoo banaanka jooga dhinteen ilaahay amarkii labadaba fajar time salaad fajarka la isoo sheegay ilaahay amarkii anoo fajarkii tukada la isoo sheegay markaa anoo durufaa qalfsan baa inagu wada xeeran idinku dheereen maayo oo ya ilaahay subhanahu wa ta'ala hon xaristo idinkana samiriye iimaan aniga inta meel anahay waxaan ahayno iga banaano dhiraahdo ma garanayo هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عبد الرشيد أد بعض ما هتصنتهاي دعانا إلهي هن أقبله لمانتين أرنت عات المانتين طبعا وأرن وحكو قاعدة شلة إلهي سبحانه وتعالى والد كي نغري لمانتو تهوض النحريستو قبرك الله ونوره aad baan kaaga mahadinayaa sida degdegta ah ee aad uga soo jawaabtay adoo barina shaqo leh Allah ku fudaydiyo jazakallahu khayran toore waxaan ku sii soconayaa insha Allah walaalaha wali geeska jira hadii uu eeb idmo waxaan is leeyahay Dr. Maxamed inuu joogan filaya hadii uu nan joogin hadhowto ayaan u gudbin doonaa insha Allah ta'ala waxa aan ka codsanayaa culimada insha Allah ta'ala mar kale ducada in ay inoo balaariyaan oo ay ku daraan runtii walaalo kale oo iyaguna inala joogay shalay oo maanta adduunka ka guuray ayaa jira oo iyaguna dhintay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qabriga ha u nuuro kuwa la dilay oo ayaga maxaanku ilaahday ay gacanka gardaran ay dishay oo sidaa ku tagay iyo kuwa ay u timid daymaniyadii oo waqtigoodii ay soo gaadhay oo sariirtooda ayagoo jiifa ay nafti ka baxday Ilaahay dhammaantood ha u naxariisto inta xanuunsanna Allah ka kiciyo xanuunka caafimaad u beddelo waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo oo saan is leeyahay ma arko doktorkii Doktor Maxamed geeskii Afrika insha Allahu tacaala waxaan soo dhaweynayaa Sheekh Cusmaan Usuuli iga raalli ahaado Sheekh Axmed waan idinka tageysaa aan iskugu ducayno haye walaalkay Ilaahay ku xafido noo soo ducaa nagana aad baad u mahadsan tahay jazakallahu khayran doktor wayaakum insha Allah salaamu alaykum intaana Sheekh Cusmaan aan soo dhaweynin waxaan rabay in aan sheekheena soo dhaweeyo Sheekh Cabdiraxmaan oo aan ka codsado haddii uu uma malaynayo in shan daqiiqo ay sax tahay in lagu soo koobo hooyo nolol dhan laisla soo qaatay siiradeedii markaa laakiin waxaan u dan leeyahay in aan yar yaraysanno inta aan isla joogno caawa qaybo kala duwan haddii uu alla yidhaahdo marka Sheekh Cabdiraxmaan soo dhowow sheekhaygii khayr Allah ku siiyo haddaan anigu idiin bilaabo aniga sheekh waxaan isbaranay waqti hore Sheekh Cabdiraxmaan waagi kubadan kuu soo qabanaya sheegaya kubadan wada ciyaarayna
ماي كبدو نسو قبن جيرين ماركا رنتي حافظ دانو راعي جيري ان ارنتا انا دين شيغيو وارن اوباهن اني والدك اي ددك واوين اد او فيرسدان وارن انت بدن اد مودو ان لو براروسنين وارن لحديده تربيه اي كرسينتا علمها هوي ورموغ مهل مامو مرحلة دا اي وقتغا ان الشيخ ان لسعون جري قريغا وحاكا احا هدانا يعني سيمرك الله ايغو مرها كاوغي رئات لو كل كلي هدانا هين وحانا احا قف اد guriga looga taakuleeyo lagu xanaaneeyo intaas hooyo waxay odhan jirtay miskiinkii raay ina bilaal aawe maanta kulama socdamiya sheekh way weydiin jirtay ilaahi subhanahu wa ta'ala qabriga uu nuuro way ugu qufulantay markaa way ugu qorantay ilmuhu rasiidi sabab wuxuu jecel yahay waalidka uu naxariista badan leh ama qofka wax siinta badan leh nina saaxiibnahay wuxuu yiri abtigay ma hilmaamo maxay yeelay markaan yaraa wuxuu isiin jiray faanta iyo buskud galab kasta marka sheekh abdurrahman soo dhaw habibi jazakallahu khayran tafadhal mashkuran hooyo baan rabaa inaad wax yar nooga sheegto insha allah ta'ala بسم الله ورالكي الحمد لله صلى الله عليه وسلم ما صنعت ورالكي الشيخ أحمد أنت الشيخ محمد معلن ويري اللي قد أفاج علالها هاي اللي الشيخين تهو يعاو ما يمصر تقريك ريسو مركا أديق إيو أنت الشيختين ورالكي محمد معلن الشيخ صاحبك يا يا ذي مصاحب كيا يا كويا كان إن شاء الله وما صمتها والآن جزاك الله خير إن كان جعلها عاونا وركع قاضتان وأنا ندقيش إن شاء الله تعالى الله كبرك يا يو الله كبرك يا شيخ عبد الرحمن جزاك الله خيرا وحنسول دويني يا مركا طبعا شيخ محمد نمركا لإنه يوصل نقطة رجيني يا محمد معلن ونجبح العاوة دكتور محمد بدل وصاقلي إن شاء الله تعالى شيخ عثمان ما دام ويري شيخ عثمان سودو جزاك الله خير بارك الله فيك اخي محمد طبعا الهي سبحانه وتعالى امرك روح اكبر اني هويدين وهي هوي مرموك بين شيخ عبد الرحمن لين عزيز علينا وهي الهي اكبر جنات الفردوس الهي نوكيو أسألنا حلينا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فليصبر وليحتسب إن شاء الله ماها شيخ هذا لواننا هو وحوي هاي نين قرنا هاي صبر قيمه اللي هاي بل هوري أصول صبري وهل كان فوق جوا وحصو مرة طروف فكرة دون هاها تحبسي هاتو قصو صبري قف كاستون داعيه وحلو امتحان لهذا ولو امتحان شيخ مركا هو سفر صبر كيقان انا قوا حسوسننا عليك ليه وحان لان هي بلس وحنو يحي ان كدايشو ان كغا داينو صبر كاس بدن اولي شيخ وصفات دعاتك لو يقان انه نك داعيه او مشقوي بدن مرو هو الى الله سبحانه وتعالى علينا إلهي سبحانه وتعالى اللهم بعد بينها وبين خطاياها كما بعد بين المشرق والمغرب واغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الذنوب كما ينقى ثوب أبيض من الدنس اللهم أبدلها منزلا غير من منزلها ودارا غير من دارها وأهلا غير من أهلها اللهم وسع مثقالها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة الشيخ هو وكوي هيقف ما أنت لحصوصنا لكن حي في الباب فذكروي وعن الأهل وأصبرك علمك إذا الله درجة ذي ذنه مصيبة غيري هوين وحسهل معها وحيابها وحلقيها بها أصلي لفتي ثمانت وحكدن بذال غيرات أيها لقدوني
هي الوحياة بضن وإلهي سبحانه وتعالى هو إذا استرت هذا لو لا في جري إن أيه مركا أيه قصو فرما يا شيخ وحن لنا إلهي هو قال ميستو إن إلهي نحن أفضلنا إلهي أسخيرو إن دعوذ وكجوري يدين توفيدنا ناجح كالي يتعصنا وولد صالح ويدعو لها إنه ويحي ويحي شيخ أهله ويحي marka geerida tiiraanidaas halkay habsaneena anaga cibrno tahay ilaa wax ka bariyay sheekha inoo sabr iyo silwaankaas ilaahay ku ilaamiyo ayidan hooyana jannada firdaws ka waraabiyo jazaakumullaahi khayr akhi barakallahu fiik ma sha Allah tabaarakallah sha Uthman ilaahay ku barakeeyo kelimaadka qiimaha badan le aadka u kooban ee aadka u miisaanka weyn le aad baan kaaga mahadinaya jazaakallahu khayran waqtiga aad soo hortay adigoo laftigaagu maaragtay hawlo badan ku jiray ilaahay noo aqbalo ducada sabiin ilaahay kariim waxaan u laamayaa marka iga raali noqdo reer Yurub iyo reer Mareykan iyo reer Kanada iga raali noqdo waxaan u noqonayaa reer Afrika iyo kaliijka Dr. Maxamed inuu ku jiraan rajaynaya Dr. Maxamed may maqashaa Sifian, walaahna maqay. Sodo walaalkay sodo Allah ku barakeeyo. Kadiis baa la idin kaga dhigay raali noqda. Waasa tacsiin insha Allah. Jazakallahu khair. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan a'dhamu Allahu ajrakum wa ahsana 'asaakum wa ghafara li mawtikum wa as'alu Allahu 'azza wa jalla an yamunna 'alayha bir rahmati wa ridwan wa lakum min ba'daha as-sabr wa salwan. وإنا لله وإنا إليه راجعون آمين يا رب جيردو حتى واشي داد ماركتي مرتدا نولش خلقي كودا ماتو ويي نعم بني آدم كان واحد ودا سوغي او واخ ماركتي كريس لوغو اه ماها والك لو ريا او نو وداداس لس تبا سوخدو اينو وا توره خولها جيله ماركا لو ودو و توريا و كلا هوريا و استبا غلا bin aadam kan noloshiisana waa sida daweyn kala horeynaa laakiin halkaas ayna wada sugeysa marka ilaahay waxaan ka barayaa inteenii dhimatay waalidinteenii waxa filaya waalidinta badankoodii hadda aakhirayna jiraan oo walaalkeen hooyada la xamaa u dambeysay midafaan ilaahay u weydiinaya amiin aan gadaashoodna fidnaynin ayaan ilaahay ka barayaa geerdu wasaa soo weyno da muslimiin haddayno neena wana aqbalsanahay qadarka ay kamid tahay rabbi kala horayntaas uu na weeyaan runta marka aad u fiirsatana bin aadamka marka marka nolosheena marka agno waxad mooda inaanay qaamuuskeena ugu jirin ba maalintii weyno kalahana qorshaad ku tala galeysa bisha soo socota mid baad ku tala galeysa kale waxaa inaan xisaabta ku darmay runtii kamid tahay haddana aan sidaba maaragtay aynaan uga leexan karin ayna sugay ka mid tahay marka ilaahay waxa ka bariya dhammaantiinba in aakhirada inuu khaatimada maaragtay khayr inuu ugu khatimo inteen dhimatay waalidinteenni ay ka mid yihiin oo dambigooda dhaafo inagana aan gadaashoodina fidnaynin walaalkeena waxa leeyahay sabir walaal waa sawir no abiyashiyan waxa filaya ma islaamaha inta badan dambeeya laakiin madayaasha soo yarahooda yaabaar siri marka inta waalidkood nool yihiin abdal in la xusuusto waalidkii iyo warhayntiisa inta ni ay aakhirad u weeyteen inaynu aan iyagana ducada ka ilaabino salaada dabadooda iyo barkasta in xusuusano yani sagira aynu markaa intaasaynu dee halkaasay markaa maaragtay inagana raaxada nafteennuna ku jirtaa oo aynu dee filayna wax sarnayna wala inta aynu soo tabaaninka kulli ma gudi karna marka walaalkii waxaan leeyahay waa sabriyeyna insha allah tacaala dhammaanteenna dee waa xusuus bay runtii noo tahay inaynu maaragtay waalidinteen inta nool ka warhayntooda xusuusano intii dhimatayna aynu ducada kaga warhayno inaguna dee aynu xusuusano maaragtay qolqosha inaynu darno aadamka iyo xayawaanka waxad moodaa xoolaha meelay iska mid yihiin baa jira xoolaha iyagoo daaqaya neef laga soo qabtaa
walla qashaa iska sidaa qaanun yeeguna intii hadhe kaintii unba iska daalaysa wax dhibaato umay binaadam fanasaasoo kala jira moodaayo maanta qofba intoo aaseena haddana waxaad moodaa inaynu xiniin ku noqonayno marka fursad weeye runtii innaguna aynu ilaahay dhowaantiisa ku xusuuso geerida ku xusuusano bal qorshahan aynu ku darsano marar badan runtii adduunyadu waxay leedahay ilowshiyey leedahay oo malaha waqtigan aynu noolla inagoo kasii hawl badan tahay oo ilowshiyeyna uu ka badan yahay eryadkeeda dheeryanayo ee maalin waliba ay u baahan tahay qorshe iyo dadaal iyo waxyaaba isdaba yaalaad moodaa mararka qaarkood inay kaa qarinaysaba inay ka mid tahay sunnada in dee noloshaadu ay dhammaad leedahay marka waan dee intaan baan kusoo koobayaa rag culimaabaa tihiin kolley xusuusin uma baahnid maan filayaa laakiin haddana saas ay tahay xusuunta waxay kamid tahay diinta in xusuusinayna marka cabdiraxmaan waxaa leeyahay ilaahay waa booyaha u naxariisto marka sabr iyo dee maaragtay maa kula dardaarmaya runtiisagana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد آدي آد بلو مهرسنت هاي كلمة داقي مها بضان لي جزاك الله خيرا واختي قا كدس كيه دك دك الله إذن كغالي قينا كرر للنقضة إلهي ميزاك حسناتك هاي دين سارة إن شاء الله تعالى الله مهرسنت هنا الفرصة ده مزيزة انت ماشي شيخ الله سومري العابي جوجك تاقني بقى وطلفون كينا و deewad garanaysaan oo mashquul buu galay marka fursad bay runtii noo taho intiini qabanqaabiseena waad ku mahadsantiin jazaakum allahu khayran runtii hawl baan furateen dee mararka qaar wayba noo suurtageli lahayd annagu inaanu telefoonkii sheekha dee soo gallo marka tani way hawshaasay furatay idinkuna khayr ilaahay idinka siiyo aad baad u mahadsan tahay doctore khayr allah ku siiyo walaaluhu waa quluubo way isku xidhan yihiin oo way iska warqabaano marka aad wax ku fikirayso waxaa jira walaal kale oo isaguna ku fikiraya sidaa oo raba inuu kula wadaago fikirkii adiga qalbigaaga ku jiray laftigaaga marka waa nicmo ilaahay subxaana watacaala aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin haddaan usoo laamo qurbaha iyo yurub iyo maraykan haddaan usoo laamo insha allahu tacaala walaalaha gadaal naga soo gaaray aad bay u mahadsan yihiin jazaahum allahu khayran culummadii sheekha soo dhoweysay baan wejiyadooda nuuraya quruxda badan laan arkayaa imaam axmed taajir iyo sheekh maxamed carab allah idin barakeeye dhammaantiin sheekh kale waan arkayay wuu ka baxaan umalaynaya u ka dhacay waxaa idin leeyahay soo dhowaada maxamed sheekh aadan isagana wuu joogaa reer london allah barakeeyo waxaan rabaa inaan imaamka soo dhaweeyo axmed taajir soo dhowo xabiibi jazaakum allahu khayran waxashtana sheekh wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu ina lilah waina ilaahi raajicuun ina lilahi ma akhada walahu ma acdaa wakullu shayin cindahu biajal musama marka hore waxaan leenahay geeridu xaq weeyaan meel laga marina ma jiraan qof kastana waa waduu sugayo allahu subxaana watacaala hooyada iyo waalidkaa geeriyo tallaha unaxariisto allahuma rfac darajataha fi lmahdiyiin wrfa fi caqibiha fi lghaabiriin واغفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيه يا رب العالمين اللهم أكرم نزولها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة الله سبحانه وتعالى ويضع نسول نمت قريبا ذي أغفر لقالها الله سبحانه وتعالى الله نحريستو إلهي نحريستي سواسع الله كما نيستو إيضا ينتر دباتي أو مسلمين إيما كل دباتي الله نحريستو أهل كي أي كتبتي حقا يحقا عرورتي إيه لين عوالا لهذي إيه الكي إذا كلبا
الله سبحانه وتعالى استبر بوحا الله كسيا أهلك يا قرابتي استبر بوحا الله كسيا ما لنت قيامة على كفاك يا لك عنتي نرجع الله كسيا العلماء فربنا بهذا الشيء ووقت هذا كل الدول قاتم إذا واسحدا أفريقي جو يا واسحدا وين ربحا قيبا كم إذا شقى الوجرة ولي وقوي أمريكا وشقى الوجرة مسوق لي كران مركا تعزيز علماء هوري والله صاحب لي إن أقصي للعبط مرحبا وحار روينا للمدام ويضفر بضن أي هوا ذا كلاس على فيسبوك أنا وجد إلا سيد الضوء لقد رجي لي أي كجر في الله أو جر في مركا وحار روينا وحير وقصة أبصن تعزيز عن لو ذا ولا عليها قول هاني كلمة تعزيز وعربي ورسولي لا بشي بس هو زغليا مت بقول لا بان هي قف كان جاري ولا شي له هو يو كان ولا بان هي ما فعل يا الله قيت كلا نضت كلا قد انت سيدا شيخنا شيخ عبد الرحمن بشير ايو ولا الذي بقول لا بريا مركا قيت ميت كلا وتلا قال وحا ويا ودع وفقا مسلمين تكملها أي إنك نحب حي اللي واسوى إلا كل جريدة إن قفك اللو الدعاء أيها دعاء الحق وإياه وينفع يسعى النبي صلى الله عليه وسلم مركو ليه هاي قفك الثوب لما عامل كيس ومركو من ثوى أنقو أيها ويجوك سنية صد هذا اللي قصر ريبي دعاء ذا كميدة مركو إن جنازة اللو الدعاء أيها إن قفك الثوب قرابة وتعزي الدعاء أيها يا معالم قيطة سوى دعاء الملك هذه سنة الله سبحانه وتعالى دعي كافرها بذلك هو جنازة كنت كذي وصلاة دعو دعي يكو سيكا لو دعي دعاء الله وقبل رب سبحانه وتعالى قيطة لبعضنا جنازة وحاوية لما تعزيلوا إن ذاتك اللغة من تسيرا هو أهل كذا حقي حقا وإنه يدعوها الريان شعب الرحمن بشير كمدهي إن ذاك لقد نتى مسلمين تكملة أو إن كملة هو ينقد ما في إن حارون كلا لقيت صلاه بيجي من فرسا النبي صلى الله عليه وسلم واستجي لها حديث صحيح مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو معاني يدوي هاي بك مؤمنين توحي لمدهين سيداي إسولاد قنقان هيان حارون كي عرايس كإسولاد وذاقيان وحي لمدهين حلقف كلي بدنكي أوغي حلقف بدنكي أفكاس جرتي سام أوغد يستمال كاملا حتى حدوستو فبن هي كل هردم الذيان مصحيان مركا صدرت الباين انه شيخ انا شيخ عبد الرحمن سليمان بشيري ولا لذيس ان اي نحنون كل ودا قلوه اي نحنون فلق يبسن كم مسلمين هان كصومالي هان غارهان كعلماء هان ان لقى يبسنه وواجب دينه فقيت الله بركوا علينا شيخ عبد الرحمن ولا الله يا حاج سليمان بشير كل يقرب فينا تلقنا هي حارون كان إذن لو ذابينا حارون كاسو حارون فرب ذر إسحان باصرا بار إذن لو ذابينا قرب فينا مثاقن هاي رب سبحانه وتعالى قلب جينا الله سو مرنه ويا مصر الله بان هايسي لكن كوي جنة الفرد وسعسكو أرك الله يخلق رب سبحانه وتعالى وبشار وحوية وصوا أولاد يديبة وليه الخير علماء فلاك سيتو كذا بجاري إن شاء الله تعالى بحالك لو قدر يا هاشم أحمد جوهر ما دام يضفر بين هؤلاء يكون جيران نعم سي أوقف يستان جوهر وسي مغلي مركي أوقف جوري أنا مسلمين تعام كل حظ ليا تعزيز الصدح مع المرض بيسعون فيسان لبيه تضبط سعى الله لو تلقى التعزيز هنا سعوته قولها أما هلا قصوا بالله بس عد وقفت النصبح هلا قصوا بالله أما مركو حبال كيل خلا لقي وعرض اللي وشوي هلا قصوا بالله بالله ما قال شيء غاي
ودور كامل مو بسعون هيسا مركي لغاري بضكي دي كم حسار وقال ورها كم أغلي وقوني مركا صبحي مع الباب ولي لو جرى إن شاء الله تعالى مركا تعجلوا ولي وين وسعوا إن شاء الله تعالى وحاول يا قرب كل سوء تعزينا لو مسلمين تقول لها ليا وبقلالك وكجر هوا ضفك اللجي وغميتك يا ماشا لو ننطى يا قرابة أما هاوتك إن قريها أما قوبك لي إن لو تغافي عن هذه تاسي يسور دقيل ويدي إله باستفاري هوا دي مانطا وإله المعادي سيدا روك لي إن هوا ذا لسومري ما قال يا مقال أما بره برشدة فيها قرى الله سان أركا يشال الشيخ فيس فيسبوك دي سمركو صور دقي صدحكم أو كبلا كم بغنبا كومنكي أما تعليقاتك ساري وإله فضلقي مرك هوا ذا ساشيخ مادام والله إما كرينين وحمد الله ومريك الجو كان الأناثي كان وحان النبي بريها كحاري صن هاي إن شيخ هوا ذا أي نعوت عزياني ولا الذي ووحي أرنت أي نوبا نيسا جبا جبا دي وحان لين هاي ملك استيقويس كجوغان يقف كستول لغا غير يوضي وحال الروا مسلمين تقلوا لجوغ وحافظي من كرية إن ضدك لغا ننتي كراشينك الله سوى كريو وبيها يعنتظى يعبتانك إن المسلمين في قرابة وأي كان نقوليها الله تعالى قالين شهد النبي صلى الله عليه وسلم وطمام أيوه وكي قريضا كي الله تلا غزوة مؤتة صد هذه السحابي وهو قان كالله قال جعفر باكا منها صد هذه مركز شهيدين جعفر باكا منها ويساقي لها اسنعوا لآلي جعفر دعان ورأي جعفر انتهى الله سمي محايلي فقد أتاهم ما يشغلهم وحكم مشغول له إنها والله هذه قصيرة مويلة وحاليان هاي ضدك حيار سليمان بشير حقي حقبا يمكن قريها وحال السربا إن قريها عنتبي لكينو عبتان كي لكينو خيارك عرسك لأويلة قربك لأطالة انت سينا وآداب قولوا مسلمين تا أي دين في نفر ريسا مركل وحاليان هاي شيخنا في عبد الرحمن بشير إنك صوم الله وسع ديارة اللوجيرو هاي ديارة سعنا لسجرنا هذا نقوليه بالله وحي يريه هاي اسمت عزيا كريم لكن هو لا صومر هنا تلفون وين اسكم مقالي هذا نحلان هاي الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها اللهم أكرم نزولها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة رب سبحانه وتعالى علماء ذي شيء أحمد يضكي سوى ديارينا إلى حي خير فربنا الله سيئو جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد هاجر ممكن إلهي أبرك أيو كلماتك عقيمة بضن لي أخنتي علمك هي الدرينك يا إيمانك كبوحي إلهي ميزانك حسناتك أوسار أنك أن الله أنه أقبل وأنه أنفعه أنه يلك وحقي مقلام ويلي وأنفع أنه لو شو إن شاء الله أحمد أحمد أوليه لعفر أنك أقف سنين شعب برحام بشيرك صلاح فرض المريك أنه يمد هذا نهر من الصوت فلي محمد شيء محمد عرب الجوغي مدبشي أكتوبر ينوفين برو مريك أنه جوغي وحانون ما ليبقى انتظرنان برو بقه بلي في محل عربة كلها وشهد المكر من صوتنا وحاول هدو جوجلها إن شاء الله تعالى أما أي صور فقلتها وابل إيمان لها محاية لخير من صوتي أمريكا مركو يمد ميرا فربضان مشيخ وكم محاضرين نعم سأجد بكها بلي محاضرين فربضان في فيال بكها بلي رب سبحانه وتعالى شيخ قلبي صلى الله عليه وسلم الله أمين جزاكم الله خيرا انت آنا شيخ ساحبك أن أقول لحنين ويدو القاضي إن شاء الله الشيخ محمد عرب الله حفظه ولا القيمة بضن وحرب إن آن بالقصة والله مرين عن إنجريسكا شيخ محمد شيخ آدن ويسوغنا تقول وليي كنت مركو مقلي تعصدنا آد ونحي فيريو كيوردن نرمتي جماعة دي ساب أهيد آد بي شيخ أسو تعسيدينيين شيخ محمد سولو
جزاك الله خير اخي الشيخ احمد بارك الله فيك يعني يعني مربينا ان كل دهريو عط اسودو وحن نصيب يا شيخ ان شيخا ان لا هدلو وان تليفون كل هدلو marka ayaan u yeeshay nasiib shalay marka mar labaad waxaan u taasiyeenayaa sheekha iyo inaga nafteenaba iyo ummada muslimiinta oo dhan baan u taasiyeenaynaa laana hooyada sheekhu waa hooyadeen dhamaanteen waxay inoo keentay oo inoo ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo keenay sheekh abdirahmaan mufakkirka anuu waxaan dhahaa waa mufakkirka yaani kaliyeete islaamiga ee soomaaliyeed ee maanta aan maartay isdhihi karno fahamki diinta islaamka iyo macaanidi iyo wuxuu dhan maskaxdiisa intuu dhalaaliyo ayuu macno ka soo saaraya inta badan innagu waxaan u badannahay yacni soomaali haddaan nahay inaanu wax laqmayno oo aan afkaar kale iyo wax kale raro laakiin inaan waaqiceenna u dejinno afkaartii iyo macnaha fiqigii iyo macaanidii waa waxyaalaha inagu yar waana waxyaalaha ummadaha kale qaarkood inaga fican yihiin marka sheekh cabdiraxmaan bashiir buu ilaahay subxaanahu watacaala ummaddan ku arsaaqay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa hooyada sheekh cabdiraxmaan bashiir dhashay walad saalixa ayay dhashay oo u ducaynaya macnaha ma aha inuu isagu u ducaynaya keliyeta ummaddao dhan baa u ducaynaysa annaga u ducaynayna ardaysoo dhan baa u ducaynaysa caalamkao dhan baa u ducaynaya marka insha allahu yani waxa weyaan dhuubaa lahaa insha allah mataqaan hooyada insha allah waa min ahli janna marka sheekha insha allah waan u taasiyeynayaa iyo familka iyo annaga nafteennaba ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa inuu ka dhigo qabrigeeda rawdatan min riyaadi aljanna inuu uga dhigo innagana gadaashda inuu nafidnaynin ilaahayna inuu subxaanahu watacaala nimanka suufiyada markay isu ducaynayaan bu waxay dhihi jireen yani daama dillahu dhilliga marka waxa weyaan mataqaana waa tarikadii yani daama allahu dhillaha insha allah waxaan jeclahay intaan waan intaasan anigu kelima ahaan dhihi lahaa marka waxaan rabaa inaan idinku xiro wax yar oo tacsida ka qayb galo sheekh xuseen jaamac waa nin oday oo hore ingiriiska ah oo mataqaana marka wuxuu jeclaaday inuu sheekha taasiyo yar siiyo marka insha allahu telefoonka ayaan noogu xiri doonaa marka insha allahu wuu nagala qayb ga wax yar buu mataqaana taasida kadibna allah idin barakeeya yani saasaan marka aan horumariska yani sheekh axmed anaa ka cusaday marka salaamu alaykum wa alaykum salaam xuseen waa lagu maqlayaa sheekh cabdiraxmaan iyo culimmadii hayeesii wad bilow kalima inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa ka xumaay ilaahay ma garanaysaa dembigeeda ha dhaafo hooyo allahuma sabidha bilqawli thaabit allahuma sabidha bilqawli thaabit allahuma ijcal qabraha rawdatan min riyaadi aljanna allahuma naqiha min alhadaaya kama yunaqa thawb alabyad min adanas allahuma aghsilha min alhadaaya bilmaai walthalaji walbardi allahuma baacid baynaha wa bayna khadaayaha kama baacadta bayna almashriq walmaghrib allahuma in kana almuxsina fasid fi ixsaaniha وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها اللهم بدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وجارا خيرا من جارها إلهي ومن حريص إله دنبقين داف إله اللهم ثبتها بالغول ثابت اللهم ثبتها بالغول ثابت اللهم ثبتها بالغول ثابت اللهم ثبتها بالغول ثابت اللهم حريصته يا اللهم حريصته إرجايا نهاية إلهي إرجدها النقاء أقبله ilaahay dembigeeda ha dhaafo ilaahay gurigeedii gurika khayr badan ha ugu bedelo ilaahay jannatul firdowsa albaabada ha uga furo beer beeraha jannada u ka mida allah uga dhigo qabrigeeda qabrigeeda allah u waasiciyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inay ka raysato dhibkii hayay iyo muqaraysa ciriirigii adduunka ku hayay ay ka raysato oo meel ka khayr badan ay tagto meeshii ay joogtay taas ayaan ilaahay ka baryaynaa dembi dhaaf baan ilaah u weydiinsanaynaa uda weydiinaynaa sheekh cabdiraxmaan ilaahay asaga ruuxiisa jannatul firdows allah ku tuso hooyadiis ilaahay jannatul firdows ha ku kulmiyo ilaahay meel khayr qabto oo meel ka khayr badan adduunyada ha ku kulmiyo dembi dhaaf baan ilaah u weydiinaynaa waxa weeyaan ina lilahi ma akada walahu ma acda wakulu shayin cinduhu biajal ilaahay wuxuu ku siiya asagaa leh wuxuu kaa qaadanaa asagaa leh wax waliban ajal bay leeyihiin hooyo ajashii bay u dhimatay waxa weeyaan waa hadii ilaahay ha u naxariisto adiga qof loo sheegayo ma tihid annagoo dhanna magaraysa way naga dhibatay ilaahay baa na siiyey ilaahay baa naga qaatay waxa weeyaan ilaahay baana naga jeclaa oo hadi intii ay noolayd oo dhan ilaahay baa dhaqaalaynayay ilaahay baa adduunyada keenay ilaahay ha u naxariisto ilaahay dembigeeda ha dhaafo ilaahay dembigeeda ha dhaafo inamaa yuwafa asaabiruuna ajruhum bigayri xisaab
سمر باون لك الدنيا وين سمر رو كسمر رو إلى جنة الفردوس الباب هذا هو قفره إلى يقول حريصه وحنا نحن إن مجلسه وحنا لنا هاي إرجعنا إلى هاي أخبره ومدى مسلم كهو دعائنا يس دعوه إلى هاي هو أخبره سعد الله أخبر الحنا الله قدره تكي لا أخبر الحنا الله نقدره مش وقتي لا أخبر الحنا الله قد الله قدره إلى هاي من الخير قبت يمل ولا أكثر أو أي جاش هاي و اي رالكو تا الى هي هجي البا ابن لونوري بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ان شاء الله بارك الله فيك شيخ حسين جزاك الله خير الله وبركاته امين ان شاء الله وجزاكم الله خير يعني وبارك الله فيكم رالي هذا مرك ان شاء الله انت سيان مارتي يعني كبهنا الله انكو ديري هي مرك اخيارته ان شاء الله تمام وان سلامه يا مارتي وانا ان شاء الله وان خير بين الجيري ان شاء الله السلام عليكم شيخ احمد مرحبا يا سعد انك شن دقيقه صلاه المغرب تكلمنا ولا لها دكتور سعيد ما راك يا سو قال لك شيخ محمد عرب صاحبك ورسوله جوقه عربك الله يهدي دونا لكن بل صلاة المغرب أنا قلت لك سيه هبتو كنو أنا يا شيخ موسى نحن 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 نجوغا وانتو جيني ناشن دقيقة نحن مقرأنا لكن هاو شخص عطوه نقبتك إن شاء الله وانا هدي وابانا وانا غابي دون إن شاء الله خير 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 الله يمسيو وان قرتي وان إذا سوئينا أنه وان سي وضينا الدعاء إذن كنو سوتو كذا الله يدين بركيه ان علماء الى جوجتنا واسينا يا هذلك هديو ايبا ادمو هدو طول مركا تيمادانا وي كوسو علينيان باذن الله الكريم ان وا وقتي كلا دوون مخايه لي دي وحن كلا جوجنا قارد كلا دوونو صلاهي يا وقتي يا ماركتي ولو باهي هي ان فرائدي لا تكدو لغتو إنه ولد عدد قوضة إلى بإذن الله الكريم مركعة الشيخ عمر حبيب نقضى إن شاء الله تعالى نفسك يا سوتك دواء تقيم إن سوية صحوي اسكو ميل باتهين سوتك الشيخ محمد الله كنوره جزاك الله خيرا وحرب إنا رنتي الشيخ محمد طبعا قل يهني يورب الشيخ محمد الشيخ محمد مكان عضي محمد الشيخ هذا اوكي وحن اسلايا هاي طبعا مراكي قاركود وحن امرين يا ان لا ودا غلي ان قليها يغي يوروب يو وقتي ما دام او ادو كلا دوين هي قليها يغي يوروب لفتيود حمام وسي سودايو ان وحن كودا يعنا وسي دركيا ان وحن ربا إن أنا لبضع دقائق سيو دكتور سعيد حلدبان سعيد بن سوق جاري وبلجيكا كسوق جاري خير الله سيو وحاسد أوكر كجرا خط تلفون ك إنجنير جامع وسعودي كجوجا خير الله سيو استقر من سينا يا وين قصر نقدرن هدوت سعيد سلو اهلا وسهلا اهلا وسهلا شيخ جوهر ولي مغلى يا ام لنا يا سفي عم بلغو مغلى وانا كوما هدنيا وانا كوما هدنيا رنتي مركز اركتي الى نلا سو خريده جزاك الله خيرا سعيد اد بضم ما سنت اد بضم ما سنت وحوج انت لنور يهي انا دي وانا لسكو شيغا بلا استعسينا بلا سغرغاريو انت لنور يهي لنور يهي عودك لا كاريو ان لا سيرادو وجين مركا اريتا غيريده والله هبن هوري وان اركي والله أنا وسكران وحن إرادة وانجروي ما تانو هذا نجيفة وهذا وحن إرادة شيخ أنا كحشونة يا فرصة أن كل هذا أن لا إن هذا له هذا الشيء المرجدين كوسي بيرتو أن كبقي والله أنا قونا كحنا حشونة يا ودي شيخ بشيرنا كلنا أبي يجي هاي كلنا شيخ يجي بوي هاي كلنا رقد أنا وده هالجم إنه ده كا أمضى ريج بوتي يحق أمضى وهذا يحق أمضى إن إنه تسيان أمضى أنا أن كمدان هاي
marka wallahi wan saadkiisin kari way wallahi wan soo xidhay dharkii waaniga soo fariisay iri sheekh bashiir ha in la yiraado isagu dhisma arkay geeri ba asaga fuud saartay laakiin anaka arkayna dibta ku wahabsatay dibna ma hin waa wanaagna waa u taho maxaan ku raaday xaqii aakhiradii baa loo kala horeeyaa kokol nolosha waxa ka qurux badan aakhirada ayaa ka qurux badan baa kokol la yiraada marka waxa weejin sheekh bashiir wallahi samir adag oo oday adag oo oday qaaliya waa sheekhiini bilaadka waa sheekhiini umadda reer jibuuti hadii aan dhalinyartii reer jibuuti haddaan nahay aan wallahi